متتبعي قناة الصحة والسعادة، السلام عليكم. على غير المعتاد غادي نبدا موضوع اليوم بسبعة ديال الاشياء تقدر تبان لكم غريبه على النبته ديالنا لهذه الحلقه. اول معلومه، هذه النبته او العشبه في بعض الدول في العالم بحال بلجيكا وكندا السلطات كتقوم بحملات على الباعه لمراقبه خلو المحلات ديالهم منها، لانهم كيعتبروها سامه وكتكون المعامله مع البائعين اقسى من معامله بائع الكيف. ثاني معلومه، النبته ديالتنا ما كيقربش منها الذباب او الناموس او الحشرات بصفه عامه، وحتى النحل الا داز من حداها وهو محمل برحيقه زهره اخرى كيبصقها. علاش؟ كيخاف لي يكون داك الرحيق تلوت. المعلومه الثالثه، الغبار الوحيد اللي كيصلح النبته ديالتنا هو رماد باقي الاشجار بعد الحرق ديالها. المعلومه الرابعه، شرب الويسكي المنكب هذه النبته العجيبه هو الاغلى في العالم. المعلومه الخامسه، الا تناولها الشخص بكميات كبيره تقدر تؤدي به للجنون. المعلومة السادسة، كتير حساسية الكلاب وكتجعلهم يتبولوا عليها شرف الله وقدركم كل ما شافوها أو دازوا من حداها، وهاد القضية بالضبط باقي ما لقاوش لها العلماء أي تفسير. آخر معلومة، المغاربة هم الشعب الوحيد اللي كينسم بها الشاي أوقات البرد. بلا شك أنكم عرفتوها، نعم الشيبة أو الشويلة بالفرنسية الأبسنت وبالأنجليزية وورمود، عشبة طبية بامتياز القليل اللي كيعرف المنافع ديالها، كتعالج وكتحمي من العديد من أمراض العصل المستعصية. المغاربة منذ القدم عرفوا كيفاش يستعملوا الشيبة، رغم أنها كتحتوي على مادة الأجوين المثبتة مخبريا على أنها مخدرة، لكن الكمية اللي كنستهلكوها مع الشاي بعيدة كل البعد عن التخدير، وهي ليست سامة كيف ما تشاع عليها في السنوات القليلة الماضية. في واحد دراسة جرت على 40 شخص مصاب بمرض كرون، وكل شيء كيعرف حجم المعاناة اللي كيعيشوا هاد الناس من التهابات وآلم على المستوى الجهاز الهضمي زائد الإسهال والإرهاق الدائم. لقاو على أن 1500 ميلي غرام من الشيبة يوميا لمدة 8 أسابيع قادرة على إخفاء كل هاد الأعراض اللي ذكرنا. في واحد استطلاع للرأي جراه باحثين أمريكان تبتوا على أن 61% من الشعب الأمريكي كيعانيوا من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات، حرقة المعدة، الإمساك، الإسهال، وهذا حال جميع الشعوب وليس الأمريكيين فقط. لهذا نصحوا واحد مجموعة منهم باستعمال الورمود اللي هي الشيبة مع الحليب صباحا لمدة 4 أسابيع. علاش؟ لأن هذا المشروب لقاو بأنه كيسهل الهضم بطريقة عجيبة، وهذا شيء راجع لمادة الأبسنتين اللي كتشجع على إنتاج اللعاب وإفراز أنزيمات الجهاز الهضمي اللي كتقوي حركة الأمعاء، وهذا الشيء كيخلي الطعام يتحرك على طول الجهاز الهضمي بطريقة سهلة وبدون متاعب، والنتائج كانت ناجحة بنسبة 90%. تخيلوا معايا أن الملاريا المرض الخطير اللي أدى لوفاة العديد من الناس في إفريقيا واللي في واحد الوقت حمق الأطباء والباحثين، لقوا على أن الشيبة وخصوصا مادة الأبسنتين اللي كتحتوي عليها الشيبة كتقضي على ديك الطفيليات الموجودة في دم المصابين بهذا المرض، لدرجة أن منظمة الصحة العالمية كينصحوا الدول اللي متفشي فيها هذا المرض يعتمدوا على مشروب الشيبة مرتين في اليوم. مادة الأبسنتين هذه أكدت على النجاعة ديالها في التخلص من جميع أنواع الديدة المعوية، وهي أنواع كثيرة، والأبحاث اللي تجرات على بعض الحيوانات لقاو على أنها كتشلل حركة الدود وكتغير الهيكل ديالو مما كيؤدي به للموت والخروج ديالو مع الفضلات. هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، كنتمنى نكون قربتكم ولو قليل من نبتة الشيبة العجيبة والمنافع ديالها، كنتمنى أنكم تستفدوا منها في هذا الوقت الحاضر لأن هذا هو الوقت ديالها.